هذا ويعتبر نهج تقديم يد العون لجميع الدول الشقيقة وصديقة نهج راسخ في مملكة البحرين، فهي من أبرز الدول التي تبادر بإغاثة المنكوبين في مختلف بقاع الأرض تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. عمل إنساني مستدام ومتطور تتبناه مملكة البحرين من خلال إطلاقها للمشاريع النوعية والتنموية الرائدة التي تسعى من خلالها لتقديم المساعدات بشتى أنواعها والارتقاء بواقع المجتمعات وتسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة لرفع المعاناة في الدول الشقيقة والصديقة. مملكة البحرين تعمل ضمن خطة استراتيجية واضحة الملامح مكنتها من البروز على خريطة العمل الإنساني لتتبوأ مكانة عالية من التقدير والاحترام من قبل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية. التعاون والشراكة المستمرة بين المنظمات الحكومية والخاصة والأهلية في مملكة البحرين من أبرز أسباب فعالية العمل الإنساني البحريني الذي انطلق من المنامة ليصل إلى العالم أجمع ليساهم بصورة فاعلة في تحسين جودة الحياة.